الجماهير السعودية تغيب عن المدرجات في افتتاح بطولة كأس الخليج رقم 22، والسؤال لماذا؟ وأيضا في أهل لهذا المساء، تهريب حبوب الكبتاغون في ثمار البطاطس واكتشاف ذلك بالصدفة، التفاصيل معنا الليلة. وأيضا في أهل لهذا المساء، جثة الطفل بعمر 11 سنة تكشف عن محاولة اعتداء جنسي، وأيضا اعتداء على طالب سعودي في تورنتو بالطعن. نبحث عن الأسباب في هذه الحلقة، إضافة لباقي فقراتنا الثابتة كما عودناكم كل مساء. اهلا وسهلا بكم من جديد، مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في هلا. نبدا باول خبر. عثر مواطن محافظه عفيف على 460 حبه من حبوب الكبتاغون المخدره مخبأة داخل احدى ثمار العبوه في بطاطس كان قد اشتراها من احد الاسواق الشهيره في المحافظه. واوضح المواطن انه اشترى كيس بطاطس زنته يعني يزن 10 كيلو جرام مستوردا من دولة لبنان، مشير إلى أنه عقب وصوله للمنزل وبعد تقطيعها عثر على تلك المواد المخدرة بداخلها والتي تظهر معنا صورها تباعا في أكثر من شكل. معي الحديث عن الموضوع عبر الهاتف الأخ أبو رايد الذي عثر على الحبوب المخدرة داخل البطاطس. أبو رايد مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور يا أخوي. ودي أبو رايد تشرح لنا بالضبط إيش القصة وكيف أنت عملت مع الموضوع، وعرفت أنها حبت أنك كبتاغون على طول ولا كيف عرفت؟ والله اول انا مسيكم بالخير. الحبوب طال عمرك حصلنا عليها في البطاطس بعد ما طال عمرك شكينا في التوصيله، لان طال عمرك مقصوصه من النص ومفصله. بعد ما الاهل قاموا بالشك فيها حاولوا ان يقصونها لم تنقص، هي تقص معهم. بعدين طال عمرك دقوا علي قالوا تعال عندنا هنا مشكلة. وش المشكلة؟ قالوا في حصلنا طال عمرك كمية من النوع الحبوب في داخل البطاطس ولا ندري وش اللي فيها. أنا جيت طال عمرك بعد ما جيت عرفت إن فيها طال عمرك إن فيها علامات اللي هي العلامات اللي حقت الكبتاغون، واستغربنا منها إن طال عمرك موجودة في البطاطس، يعني ما يوجد شيء إلا طال عمرك إنه غير نظامي. فطال عمرك اخذتها على طول واتجهت طول عمرك الى مكافحه مخدرات محافظه عفيف وبلغتهم فيها وعلى الفور طال عمرك راحوا للمحل اللي هو السوق اللي احنا اثرنا فيه وقاموا بالواجب وهذا هي اللي طيب طالعمرك. كيف عرفت انه من لبنان؟ لا من لبنان انا ما اعرف انها من لبنان، لكن طال عمرك سالنا راعي السوق البطاطس هذه اللي جبتوها وش نوعيتها؟ قال هذه طال عمرك بطاطس لبنانيه. وش جنسيه البايع؟ البايع طال عمرك باكستاني او افغاني. طيب انت ابو رايد ما نصحوك مكافحه المخدرات انه البلاغ كان ممكن تسويه وهم يجونك البيت افضل من انك تروح، لانه كان ممكن احد يمسكك في الطريق انت ماشي يعني؟ والله شوف انت قلتها، يعني انا طال عمرك بلغت اول ما حصلت استغربتها طال عمرك، وتعرف انه على ارتباك والخوف يعني عدد غير بسيط ومخبأ في هذه ما ندري عاد يمكن طال عمرك ان على طول المخدرات ما يمديني اسوي شيء الا طال عمرك اللي رحت للمخدرات. لا بل طيب كيف كان تعطيهم؟ انا فكيت على طبعا للمعلومه انا ما فكيتها ولا سويت فيها اي حاجه على وضعها طبيعي، حتى مصورها انا عندكم مرسل الصوره عندكم صحيح. على وضعها الطبيعي. طيب ابو رايد كيف كان تعامل مكافحه المخدرات معك؟ حققوا معك ولا لا؟ اول حاجه طال عمرك شكروني وقال مديرها طال عمرك المقدم قال نشكرك على تعاونك، وهي غريبه على المواطن السعودي انه يقوم طال عمرك بالواجب اللي زي هذا، احنا والله كل ابونا ضد المخدرات وضد الارهاب طال عمرك. نعم.
شكرا لك ابو رايد، كثر الله من فعلك، ان شاء الله يكون هذا الوعي موجود. وايضا نتمنى الحقيقه مكافحه المخدرات في مثل هذه الحالات، انها يعني توعي الناس، تقول لهم كيف ممكن يتعاملون مع مثل هذه الاحداث. طيب عندنا فاصل ولا نبدا في قضيتنا؟ طيب نروح فاصل اول ونعود لكم بعد قليل.